هل يحاكم ترامب أم يعزل؟ سؤال تجيب عنه الساعات أو ربما الأيام المقبلة، فرغم أن ولايته مقبلة على شوطها الأخير، إلا أن إصرار خصومه على هذه الخطوة لا يزال شديداً، ويعتبر برأيهم انتصاراً لنتائج الديمقراطية في البلاد، تلك التي رفضها ترامب ودعا لتظاهرات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص في اقتحام مبنى الكونغرس، وهي اللحظة ذاتها التي دفعت نائبه مايك بينس للتخلي عنه في موقف أكسبه احترام الجميع. واعتبر بينس حين وقوفه للتصديق على الرئيس الجديد رجل اللحظة بلا منازع باحترامه للقوانين الأمريكية، ودفع الديمقراطيين للجوء إلى جمهوري ونائب رئيس لتفعيل التعديل 25 للدستور لعزل ترامب. على الجهة المقابلة، تكشف وسائل إعلام أمريكية عن أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب غاضب من نائبه لأنه لم يعرقل تصديق الكونغرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن. كما أظهرت التسريبات الإعلامية أن ترامب نادم حتى على كلمته التي تحدث فيها عن انتقال سلمي للسلطة بعد اقتحام أنصاره الكونغرس، بل أنه لم يبدي أي اهتمام لمقتل الأشخاص 5 خلال الاقتحام، ولم يطلب تنكيس العلم فوق البيت الأبيض بعد مقتل شرطي في تلك الأحداث. الديمقراطية الأمريكية إذن أمام اختبار حقيقي، فهو ذات الفارق الذي يميز به الأمريكيون أنفسهم عن باقي البلدان ذات الصبغة الدكتاتورية، لا سيما في الشرق الأوسط، والتي تجعل الرؤساء والعسكريين هناك ينقلبون ويصرون على الإبقاء على كراسيهم وعدم تقبل نتائج الانتخابات. وهذا بالتحديد ما فعله ترامب بعدم تقبله لفوز خصمه ورفضه حضور حفل تنصيبه، ليكون أول رئيس أمريكي منذ 150 سنة لن يحضر حفل تنصيب خلفه، ويوصف حتى اللحظة الأخيرة بالتهور الذي قد يدفع باقي فريقه لتركه وحيداً في مواجهة مصيره.